موضوع باهر المحمدي اللي قلب الدنيا وكل الدنيا بتسأل عليه. حصل تليفون في العيد بين ابراهيم عثمان وكابتن محمود الخطيب، وابراهيم عثمان رفع السقف لفوق، قال لك عاوزين 40 مليون ولاعب بصفه نهائيه ولاعب اعاره، والمساله بتدور حوالين حسين السيد واحمد الشيخ وجيرالدو. 40 مليون دي ولاعب، يعني انت بتتكلم في 50 مليون في لاعب، بتتكلم في 50 مليون في لاعب كوره. هو قال 40 مليون والخطيب كان قال 20 مليون ولاعب، ممكن توصل ل 30 مليون ولاعب، هنشوف ايه اللي هيحصل، قال في دوري ولا مفيش دوري. لكن دي طلبات ابراهيم عثمان اللي قالها للخطيب. طب الاسماعيلي ناوي على ايه؟ الاسماعيلي مش ناوي على البيع، الاسماعيلي ناوي على الاعارات، ويظل باهر المحمدي البيضة اللي بتجيب لهم ذهب كل سنة، يمدد سنة ويروح إعارة سنة، يمدد سنة ويروح إعارة سنة، فيبقى هو ما يروحش للنادي الأهلي. إبراهيم عثمان قال للناس لو جاد له 40 مليون ولاعيب ولاعيب إعارة، يبقى أنت عامل صفقة بأكتر من 50 مليون في لاعب، يبقى ده مكسب للنادي الإسماعيلي، والأمر هنا في رقم خيالي وغير مقبول بالمرة. حمدي فتحي لاعب النادي الاهلي خلاص نزل التدريبات وجاهز لنزول التدريبات وخف، ومليون سلام عليه، وعنده سعادة دلوقتي كمل برنامجه العلاجي، عنده سعادة دلوقتي لو في تدريبات جماعيه هيبقى موجود. لو الدوري اتلغى بالمناسبه يبقى احمد فتحي وشريف اكرامي وحسام عاشور خارج النادي الاهلي. طيب عاوز اتكلم في موضوع في منتهى 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 الاهميه، ولازم الناس تعرف ايه هو. اول حاجه لازم نهني النادي الاهلي وانا اشكره على ان هو بيشارك مع انديه عالميه عظيمه في البحث، في مبادره البحث عن الاطفال المفقودين. ايه الانديه اللي بيشارك معاها النادي الاهلي؟ شوفوا النادي الاهلي بيفكر في ايه وعتريس بيفكر في ايه. النادي الاهلي بيشارك مع انديه عظيمه، برشلونه، ريال مدريد، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، جلاتا سراي، فلامينجو، روما، يوفنتوس، انتر ميلان، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، ارسنال، تشيلسي، ليفربول، توتنهام، في مبادره انسانيه وهي البحث عن الاطفال المفقودين. طيب وطالما احنا بنتكلم كده يبقى انا لازم اهني في مسابقه كده جميله عاملها الشيخ عبد العزيز ابو غفار طه، بنهني الفائزين في مسابقة الصحابة للقرآن الكريم، كان عاملها على الفيسبوك وحاجة جميلة جدا، ألف مبروك لهم جميعا، وربنا يوفق الشيخ عبد العزيز أبو غفار طه، وهو من أصدقاء صفحة نجم الجماهير وأبو المعاطي زكي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. طيب عاوز بقى أتكلم في موضوع خطير جدا جدا جدا، الموضوع ده الكلام فيه لا المرتضى ولا للخطيب، الرأي فيه مش لمرتضى ولا للخطيب ولا لمحمد مصلحي ولا لماجد سامي، الرأي فيه للدولة.